شوف كيما نأمن باللي لازمنا الأكل والشرب باش نغذو نفوسنا وارواحنا ودايما نبقوا أقوياء وصحيين، كيما لازمنا الآرت باش نغذو عقولنا ونبقوا انسباير وملهمين. يلا الفلوج. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صباح الخير عليكم، أصبحنا وأصبح الملك لله. مرحبا بكم في حلقة جديدة من الحلقات الروت تريب، اللي هي الحلقة الثالثة. اللي ما شافش الحلقتين السابقتين يروح يشوفهم، راح نخلي لكم اللينك هنايا. إذن هذا الفيديو راح يكون نوعا ما صغير. علاش بغيت نركز بزاف على هذا المكان؟ لأنه عجبني بزاف، وراح يكون فيديوهين في الأسبوع، يعني فيديو يوم الاثنين على الساعة 8 بتوقيت الجزائر، وخير الفيديو الثاني وين تيكون؟ ممكن الخميس ولا الجمعة ولا السبت. راح نحط صورة في الانستغرام على هذا المكان اللي راح نزوره، وقولوا لي الوقت اللي ساعدكم ولا الفلوجات اللي راكم باغيين تشوفوها. جماعه صراحه يعني الدعم قل بزاف في القناه، فماذا بكم تعاودوا تنشطوا القناه. على بالي تجيك تخيله انك تنشر الفيديو تتفرجه صايد، تقول معليش حط لايك قبل ما نبدو، باش ما تنساش حط لايك، دير تعليق ونشر الفيديو مع اصحابك، يعني الطقوس طقسها طقسها. وبخصوص اللايتينغ راح نخليها في فيديو اخر اللي نحكي عليه. المهم تابعوا الفيديو والسلام. درت الواضح هذا شغل كل فلتر. جماعة غادي نوريكم لقطة راهي قدامي، قلعها كيما راهي هذه اللقطة اللي راح تشوفوها وبلاصيها في فين. Three years old? Yeah, yeah. 1987. Oh, nice. I mean, with the view, yes. I said to my camera, like, it's a movie. It's a part. It's like, I can take it and put it in the Hollywood movie. Yeah, we bought it from a gentleman we know, and he never drove it. So it only has not even 21,500 miles on it. Oh, it's like new, brand new. It is like new. It is like new. And it's it handles the roads really nice out here. Yeah, you know? Yeah. I will take a shot for you when you go. All right, there you go. I mean, it matches the color too for the yeah, with the rack. Color is nice. There you go. I'll get a couple of pictures, and we haven't been out here in years. It's a really nice place, and the weather's perfect. Yeah, right? Weather is perfect. Down over here. Oh, nice. Yeah, here's a card. Well, sorry. Thank you. قلنا تكرو هذه 10 دقائق ب 25 دولار. دور بها هنا. المهم رانا في مكان تمنيت نزوره، شغل مكان يشبه لي انا. دوك نقول لكم شنو هو. خمو في ميسكم شنو هو، عنده علاقه بالالوان. فهذا المكان دارته الاكاديمي تاع فيغاس تاع الارت. داروا هذا المكان يعني حاجة بسيطة وتجيب السياح، وروح انت شوفوها. إذا كما قلت لكم المكان فعلا يمثلني، شوفوا كالرفول، سموها 7 ماجيك ماونتينز، وداروا في الصحراء. علاش؟ باش شغل هادو لي كولير يبانوا، شغل كونتراديكشن، شغل العكس تماما. شوفوا الصحراء هنايا، بعد تشوف لي كولير. Thank you.
يعني هذا المكان والله نحس انه يمتني شغل. هذه البلاصه كون جات جواد شوفوا لي كولار، يعني لي كولار هذوك تاع الصيف تاع اللي نبغيهم انا تاع النشاط الحيويه. فهذا الارتيست اوغو رونديينو كي سقسوه قالوا له واش راك حاب توصل من هذه الرساله انك بنيت هذه الاشياء هكا 7 ماجيك ماونتن في وسط الصحراء وهذه الكونتراديكشن بين الصحراء وهذو الالوان. قال لهم اول شيء يوطد العلاقه بين الطبيعه والانسان، كيفاش انه لما تجي تشوف اللاندسكيب تاع الصحراء تزيد تستمتع بها اكثر. وفعلا انا نشوفها من زاويه اخرى انه اعطى للصحراء هذيك بصمه الامل. شغل انا نشوف هذه الالوان بصمه امل في المجتمع تاعنا، يعني نشوفها كيما هذيك الشمعه اللي تضوي في وسط الظلام، ولا هذاك النور اللي يضوي في وسط الظلام، نشوفها كيما هكا. وهذو الالوان اللي شغل يضوي الصحراء. كي سقسوه قالوا له واش راك حاب توصل رساله، قالوا مانيش حاب نوصل رساله، وانما حاب الناس تحس بهذا الارت اكثر من انه تفهمه. وهذا الارت وورك اللي هو خليط بين البوب ارت واللاند ارت جاي على الطريق ومفتوح لجميع الناس. وهذه حاجه واخد اخرى ثاني كانت من بين الموتيفيشن اللي حفزوه باش يدير هذا الارت، انه جميع الارت لجميع الناس وتشوفها جميع الناس وتبارطاجي مع جميع الناس. وداله اكثر من 5 سنين هو يعمل عليه، خمم outside the box يعني في وسط الصحراء بنى هذا الشيء. وحاجة تاني شغل ربطته بالمثال مثل هذيك الشمعة اللي تضوي في وسط الظلام، وشغل هذا الألوان اللي تضوي في وسط الصحراء. رسالتي لي لنفسي اللي تعلمتها من هذا المكان هو أنه دايما نخمم outside the box، ونخمم شغل فكرة مهما كانت مجنونة إلا أنت أمنت بها وحطيتها على أرض الواقع وحاربت من أجلها، يعني الناس راح يأمنوك، راح يعادي أمنوك. ونخرج بخلاصة من هذا الأرت وورك ولا من هذا المكان، أنه كن أنت التغيير الذي تريده. تخيل معي الموقف، جبت سيجارة، عندك باكيت دخان، جبت سيجارة بغيت تتكيف، بعد تفكرت أنه لا لازم تحبس الدخان، حطيت السيجارة في اللمبة، لكن بعد ساعة رجعت تتكيف. هذه هي نقطة التغيير، هذا هو التغيير اللي نحوس عليه، أنك تخمم باش تتغير، تخمم باش تبدل نفسك. وقبل ما تخمم أنك تتقبل نفسك، تتقبل أنك فعلا أنت راك تدخن، راك تدير في حاجة ماشي مليحة، ولا أنت راك باغي تنقص الوزن وما راك تجري، ما راك تدير أي حاجة. لازم تتقبل نفسك بهذاك الشيء، تقول فعلا، تهضر مع نفسك، تحاسب نفسك، وبعدها تقول لازم نتغير. وما تحسش أن التغيير راح يجي ديرك، وما تتخيلش بهذيك الصعوبة. قلت لك أنك ترفد سيجارة تبغي تكيفها تعاود تردها، وبعد ساعة تعاود تكيفها، راك طوب، راك جميل، راك ممتاز جدا، راك بديت تتغير. نهار اللي نفكروا أنه لما نقيسوا حاجة برا ونعرفوا بلي أنها هذيك الحاجة مضرة لبلادنا ولا للطبيعة تاعنا، ونعاودوا نحطوها وما نقيسوهاش، ثم بدا التغيير. هذاك التغيير يتنمى، شغل كل العضلات راك تنمي فيه شويه بشويه بشويه، حتى يجي نهار وين راح تقلع على التدخين، حتى يجي نهار وين راح تدير رياضه، حتى يجي نهار وين راح تغير هذيك العاده. فالتغيير يبدا منك انت، فهمني. شكرا. وراك رايح، وراك رايح، ما تنساش تشترك في القناه.